ايه الاخبار يا حلو؟ عاملين ايه؟ ولا بيكم فيديو النهارده بقى بس منبه مش هنطول، خش على طول. انا عايز العب، بص ابدا منبه وبسم الله. اوكي احنا واقفين هنا، يعني ما حرفيا ما لعبتش اي حاجه خالص. فدلوقتي انا عايز اروح هناك ماشي، وادور فوق السفينه دي اشوف لو في حاجه مهمه. وهل معايا مكان؟ اه معايا اماكن. اوكي ونبص برضو على الشمال خالص لو في حاجات مهمه. فخلينا نشوف الارك هو هناك على فكره، اللي انا كنت بقول لكم عليه لسه موجود هناك، ما اتغيرش. احنا ماشيين لغايه دلوقتي من وجهه نظري المتواضعه اللي ما لهاش اي تاتا لازمه، ماشيين كويس قوي في السلسله دي لغايه دلوقتي. ما اعرفش الرمله اللي هناك دي ما بتخلصش ليه، ما بتروحش ليه؟ كنت فاكرها عاصفه وهتختفي، طلع لا. لكن اتمنى الاقي صندوق ذهبي هنا. واضح انه مفيش. اوكي مش مشكله. هي في حاجات كتيره في اللعبه دي ما فيهاش. ايه ده؟ ده ايرون؟ في حاجه هنا ولا ايه؟ اصل دي زي المغاره يعني. الصندوق. اوكي هات. اوكي يورانيوم. حلو. انا بكسر الصناديق عشان اعرف بس ان انا يعني او ما اجيش الصندوق تاني وافتكر صندوق جديد يعني، لان اكيد انا قابل صناديق كتيره. هو ايه الارك ده؟ او ايه الحديد ده؟ تيتانيوم. انا اخاف بس ان انا اوصل لحته ما اعرفش ارجع منها. المونيوم هات. طيب هات الايرون على قد ما نقدر، وهات تيتانيوم ماشي، هات الامونيوم ده عشان بس لو اضطريت اعمل بيت اعرف اعمل بيت. يعني انا كل شويه بنسى البيت محتاج ايه عشان نعمله. الباب محتاجين سيليكون، محتاجين سيليكون اهو، بس عشان نعرف بس ايه نظبط نفسنا واحنا في الطريق. اوكي احنا اكسجين لسه ايه ده ايه اللي احنا فيه ده؟ لحظه واحده. الو سكرين شوت يا عم. ايه ده؟ ابني لي بيت بسرعه، وات از ذس. اوكي كل الاكل ده. عايزين نعمل كرافتنج تيبل صغيره قوي عشان بس نعمل بيها ميه. ولا اقول لك احنا نتعب نفسنا ليه نضيع وقت البرنامج. اوكي واضح ان انا لقيت حاجة سرية سحرية شقية، فعايزين نحاول نطلع فوق بقى. هنطلع فوق ازاي؟ من هنا. الله 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 الله، ايه اللي انا لقيته ده والله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يكون في اوكي سوبر الوي من اولها كده كويس. انا عارف ان انا ممكن اعمل السوبر الوي ده بنفسي، بس انا يعني بكسل فاهمين، فاللي هو ببسط لما الاقيه على الارض. طيب تعالى نطلع فوق الاول نشوف لو في اي حاجه فوق البتاع ده، وانا بطلع بالتصوير البطيء. اوكي الحمد لله طلعنا. انا ليه اكسجين قليل كده؟ ها ليه لعبه اكسجين قليل كده؟ ده سوبر الوي. وفي سوبر الوي ناحيه ثانيه كمان. يا نهار ابيض عليا وعلى سنيني. اوكي هو في سوبر الوي كتير في المكان، فتمام. بفكر اشيل الحاجات دي والله، مش عايزها. ايرون مش عايزه، خلي بس معايا الالومنيوم. الباقي ده كله مش عايزه ماشي. يا اسطى انتوا ايه يعني عشان بتريق عليكم؟ ما توسعوا لي كده، انتوا نازلين قوي، مش عايزكم انا. باي. هو عارف ان في ناس هتعمل ميمز على ايه ده؟ فاكرين لما بيست كان بيتشعبط في اي ايرونيه يلاقيها؟ هو ده يا جماعه اللي بنسميه الايروني. تعالوا كل يوم. هو انا ليه الكاميرا بقت تحسها كده مميلاني يمين شويه؟ انا المفروض بقعد هنا، فانت ايه نظامك؟ انت كده محتاجه تروحي ناحيه دي شويه. ايوه كده يا عم، ما خدتش بالي انا من الحلقه اللي فاتت. ماشي ما علينا، خلونا نكمل ونستكشف ماذا في الارجاء والمكان. الحمد لله ما متش، الحمد لله ان انا مموتش. هي الجيت باك ما بتخلصش ولا ايه؟ ايه ده؟ ما بتخلصش. الو اوكي شيل ده يا عم، يلا يا عم شيل ده. هي المكان ده ضلمه قوي كده ليه؟ بجد ليه كده؟ اوكي ما علينا. هو ما فيش فلاش لايت احسن من ده؟ طيب سوبر الوي تاني ويورينيوم تاني حلو. في اكل مش عايزه قوي دلوقتي الصراحه، وفي ميه. يا عم كل واشرب، راجل مش صايم شكله.
لقينا وردة جديدة مفيدة عايزين نستغلها في البيت. اوكي هنا في ايه؟ هل في اي حاجة تانية محتاجة تتشال؟ اهي واهي عشان بس اشيل التول مرة واحدة. و اوكي ماشي بسم الله. تشيب لا مش قصدي اعمل كده، مش قصدي اعمل كده، مش قصدي اعمل كده. ممكن بس تسيب الايرون هنا دلوقتي، مش عايزه خالص خالص. هات الحاجات التانية. هنا في ايه؟ هات الحاجات دي كلها ما عدا السيليكون. الشمس بدأت تطلع اهي الحمد لله. هات لي اليورانيوم والفابريك واليورانيوم تاني والسوبر الوي والمشروم. يا لهوي ده انا مش عارف اعمل ايه. هنا في ايه؟ سيب دي وهات دي فور ناو يعني. ماشي وتشيب كمان. طب اسيب ايه واخد التشيب بقى؟ سيب الاريديوم، في اريديوم كتير في الكهف صح؟ خلينا ناخد التشيب دي دلوقتي. انا كده محتاج ارجع البيت اودي الحاجات دي يعني، ما مش هينفع مش هينفع خالص. طيب انا بروح البيت اودي الحاجات دي. طيب خلينا بس ايه نحاول نطلع فوق. لانش الو، وانا ممكن اروح كواكب تانية ولا ايه؟ هتلاقي لي حاجة عشان لو عايز ارمي صواريخ هطلع صواريخ. الو اوكي هنا في سوبر الو، المكان متغرق سوبر الويز. الو ده حلقة ال يا نهار ابيض على كمية سوبر الويز اللي في المكان يا اخوانا. هو ليه بيعمل كده؟ ليه لما بحاول اطيب الجيت باك بيروح موطي لتحت يعني واقع ساقط لتحت كده؟ اكسجيني 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 اكسجيني. رحنا متنا متنا. استنى بقى انا خدت اتشيفمنت اسمه كلاودز ان ذا سكاي. الو اوكي الاكسجين كده تمام. هو في سحاب دلوقتي في السماء ولا ايه؟ مش شايف هو ده سحاب؟ اوكي واضح ان في سحاب في السماء دلوقتي. اه ده في سحاب فعلا. حلو ده. وخدنا بايو دوم. وات عايز اعمل بايو دوم انا لسه اكسجين ما خلصش. اوكي عايز اعمل بايو دوم انا. الله اللعبه جميله قوي والله. عايزين نعمل بايو دوم، عايزين نعمل بايو دوم ضروري. بايو دوم دي اللي بيبقى فيها نباتات وكده بتتربى يعني. بتتربى؟ مش عارف بتفهمني قصدي. ومنشكح انا ومبسوط والله. اوكي رجعنا البيت بسلام وامان لان ما ينفعش اموت خلاص في اللعبه دي عشان معانا الهاك الاول اللي انا بعمله ده. النبته دي شيلها. طب استنى ارمي دي دلوقتي. شيل النبته دي وحط النبته دي. ماشي النبته دي اللي هي بتديني كام؟ 300%. ماشي دي بتديني كام؟ 400%. شيل دي وحط دي. اوكي هات بقى ده. اوكي كده عندنا النباتات اللي هنا كويسه. هنطلع فوق برضه نعمل نبته من النباتات بس الاول نشيل الحاجات اللي معانا هنا. فالاول اليورانيوم حطه هنا كله. هو والسوبر الوي كمان. ماشي خد اليورانيوم ده. انت شلت النبته اللي فيها 600% ولا دي؟ انا تقريبا شلتها لازم ارجعها. اوكي طيب اذرز سيب البذره دي هنا والبذره دي هنا. مشروم اوكي ممكن نعمل مشروم دلوقتي. معانا المونيوم سيبه. ما اعرفش دي جت منين. تعالي اللي كان معانا فابريك سيبه. معانا كوبلت مش ده ده سيبه. هنا شيل لي دي وحط لي دي. وتحت تحت هنا انا هشيل دي من هنا واحط دي مكانها فور ناو. ماشي وبعد كده احط الورده جوه يعني. يعني هشيل مين فيكم بيعمل اقل حاجه؟ انت كام؟ 150%؟ وانت 200%؟ اعمل واحده جديده من دول وخلاص. اتنين سيليكون وواحده ماجنيزيوم وواحده المونيوم صح؟ ما نعمل واحده جديده خلاص. واحده المونيوم اتنين سيليكون واحده ماجنيزيوم وعايزين واحده ميه بقى صح تقريبا. ماشي تلج. التلج ده رجعني. عايزين نعمل البايو دوم. ضروري نعمل البايو دوم. ميه نزلني تحت. حط لي دي. مفيش كهرباء محتاجين طاقه شمسيه تاني. والطاقه الشمسيه محتاجه اتنين كوبلت واحدة من كل حاجة. اوكي واحدة من كل حاجة واتنين من ده.
ودي بتاعت طاقة شمسية جديدة. اوكي كده كله تمام وتحت السيطرة والحياة جميلة وكله تمام. اوكي طيب بتبقى معانا حاجة؟ بتبقى معانا نبتتين مش هحطهم دلوقتي. هو المفروض ممكن نعمل خمسة كمان من النباتات دي يعني، فمش عارف اعملهم ولا لا عشان احنا محتاجين لهم حاجات كتير يعني، بس سيبهم دلوقتي سيبهم دلوقتي. سيب دول هنا دلوقتي واحط ده هنا. خلينا نشوف البلو برينتس اللي معانا من هنا. دي كود جي بي اس ساتلايت. اوكي اريا لامب. اوكي طيب لحظة واحدة بقى عشان نفهم بس دي بس نفهم بس. لانشنج باد محتاجين 3 سوبر الوي 3 تيتانيوم 3 ايرون. والله اعمله 3 تيتانيوم 3 ايرون ماشي و3 سوبر الوي موجودين. عايز اروح اجمع السوبر الوي اللي هناك كله كله، بس دي حاجه ممكن برضه ابقى اعملها بره الاستريم بره الفيديو فاهم. طيب ايه اتحط ازاي بقى انت مش فاهم ليه ما ينفعش احطها؟ اهي اوكي نخليها هنا. ار وي ليفنج؟ انا خدت اتشيفمنت. طب واحنا نمشي ولا ايه؟ طلع ورا الكاميرا بتاعتي. محتاجين تاني طاقه شمسيه. محتاجين نعمل اتنين بقى او ثلاثه. تعال نعمل ثلاثه. تعال نعمل ثلاثه. فثلاثه من كل حاجه وسته كوبلت. واحد اتنين ثلاثه. واحد اتنين ثلاثه. واحد اتنين ثلاثه. واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه سته. واحد اتنين ثلاثه. لان كده احنا محتاجين بقى طاقه شمسيه كتير بجد يعني. خلونا نعمل كده وخلاص. فبسم الله. واحدة اهي. ما ينفعش هنا يعني بجد؟ لا 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 مش عاجباني دي مش عاجباني دي. معلش معلش يا كهربا معلش معلش معلش. ماشي نعملهم تاني. احنا عايزين نعمل النيوكليير رياكتور. لحظة واحدة. يورينيوم رود وتلاتة سوبر الوي واتنين مية. هو انا معايا كم يورينيوم؟ واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. احنا محتاجين تسعة صح؟ اظن هنعمل المفاعل النووي ده بعدين بقى. ماشي ارجع ارجع ارجع. ماشي فكده تمام كده عندنا لانش باد يعني. ما اعرفش ايه ده. طب الساتلايت ده ايه نظامه؟ الساتلايت جي بي اس هو فين؟ جراس سبريدر. الو واحدة مغنيسيوم واحدة المونيوم واتنين مية. احنا ممكن نعمل حشائش. وات عايزين تلج ضروري. انا هعمل من جراس سبريدر ده كتير وش، لان انا معايا الليرما دول معايا منهم كتير. انا معايا ثلاثة فخلينا نجمع ستة تلج. ايه يا جماعة ده في تطورات بتحصل غريبة والله. انا المفروض اقفل اللعبة دي ازاي؟ المفروض ابطل العب ازاي؟ انا يعني دلوقتي ماشي صح قوي يعني، عمال استكشف وبعمل حاجات في البيت وبتاع، فانا المفروض ابطل ازاي لعب يعني؟ مش فاهم. مش هتمطر بقى ولا ايه؟ ماشي بسم الله. جراس سبريدرز عايزين نعمل الميه الاول وعايزين نشوف الطاقه اصلا ايه نظامها. ممكن نبص على الطاقه. احنا بنعمل 185 واط وساحبين 163 واط. فا اوكي مش واط يعني، كيلو واط تقريبا او ميجا واط بقى مش عارف تبقى كام دلوقتي. طيب جراس سبريدر محتاجين اتنين ميه، واحده مغنيسيوم واحده المونيوم كل واحده. اوكي محتاجين يعني نعمل ميه كتير. اوكي وبعدين محتاجين ثلاثة مغنيسيوم وثلاثة المونيوم والثلاث سيديات. ثلاثة مغنيسيوم كويس، ثلاثة المونيوم سهلة قوي 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 لان احنا عندنا كتير الحمد لله، والثلاثة سيدز من اللي انا معايا كتير قوي اصلا. اوكي ما كنتش اعرف. لا ما كنتش اعرف. اوكي ماشي تعالى بقى نعمل دول. فتعالي لي هنا. اوبا اوكي خليكي انت هنا وبعدين دي خليها هنا وبعدين دي خليها هنا ماشي. وبعدين هنعمل سولار سيلز تاني. فمحتاجين ايه تاني؟ المونيوم واتنين كوبالت وسيليكون. اوكي ماشي ماشي ماشي. واحد اتنين تلاتة اربعة
مغنيسيوم معانا واحدة بس، فلازم اروح اجيب واحدة كمان. اهي شكرا. يا ليه الدنيا بقت صحرا تاني؟ مش فاهم، ما كنا ماشيين حلو والله. انا قلت هتمطر دلوقتي والله، مش فاهم. اهو ده لسه ما اشتغلش. الو، ده كده احنا بالظبط. الله، الدنيا رجعت من ورا تاني. اوكي كده احنا بالظبط يا دوبك معانا حاجات تخلينا نعمل بتاع دي. طب انا شكلي هاخد مغنيسيوم تاني واعمل من دول الاثنين كمان. شكلي كده لازم اعمل كده يعني. فهات، المفروض هيطلع لنا زرع يا جماعه. تبقى مين ده؟ المفروض الحته دي هيبقى فيها زرع دلوقتي، مش دلوقتي يعني، بس نشوف هيطلع امتى. اوكي هات 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 هات، بسم الله. بس من الواضح ان احنا محتاجين نعمل من دول كتير قوي لغاية بقى ما نعرف نعمل بتوع المفاعل النووي يعني. ماشي، الروتيتنج في اللعبة صعبة قوي على فكرة، مزعج يعني. اوكي كده طاقة كتير يعني، كده بنعمل قد ايه طاقة؟ كده بنعمل 263 كيلو وات واحنا بنستغل 204، فده كويس. مش بطال، فتمام. اوكي كده بقى احنا ناقصنا ايه؟ ناقصنا نعمل ايه النهارده؟ ناقصنا نروح نجمع بقيه السوبر الويز وكده. لا لحظه بقى، فين البايوم دي؟ اتنين تايتانيوم، اتنين كوبالت، واحده المونيوم، وتلات سوبر الوي. وانا السوبر الويز خلصت؟ معايا تلاته، اتنين تايتانيوم واتنين كوبالت. تايتانيوم، واحده المونيوم، واحده المونيوم، وواحدة من السيدز اللي معايا. ونطلع نعمل البتاع دي كمان، نعمل البايو دوم دي نجربها. بما ان الزرع بيتحط هنا كله، فتعالى نحط دي هنا يعني، البايو دوم دي تعالى نحطها هنا. لحظة، طب انا ممكن اعملها كونكت لده تقريبا، ممكن اعملها كونكت تقريبا، ممكن اعمل لها كونكت لهنا. اعمل لها كونكت لايه؟ لده. الله، بايو ماس. ايه ده؟ في شاشة شو انترفيس بايو لاب بايو ماس. ده احنا بنجمع ايه ده؟ ده احنا ممكن نفتح يا جماعه حاجات ثانيه. فلاور سبريدر 2، بايو ماس روكت 3 سبريدر. احنا ممكن نعمل اشجار، ممكن نعمل اكل جروور، بايو لاب. ايه ده؟ الله، ده كويس انا عملتها دي، ده فعلا كويس انا عملتها دي، كويس جدا انا عملتها دي. اوكي البتاع دي مغطيه شويه عليها بس مش مشكله يعني، يعني قشطه لغايه دلوقتي تمام، كله زي الفل. الزرع بيطلع تحت اهو، فكله زي الفل قوي قوي. ماشي طيب، اريا لامب خلاص عارفينه، مش محتاج اعمل منه تقريبا، مش عايز اضاءات خالص يعني، اضاءات مش فارقه معايا. انا عايز بس فين الصاروخ؟ فين الروكت اللي احنا كنا شفناه؟ احنا فتحنا حاجه اسمها ساتلايت روكت، فايه نظامه؟ هل بيتعمل من هنا؟ هل بيتعمل من الاستيشن نفسها؟ تعال نطلع فوق خلاص نبص ايه اللي هيحصل. استنى، اوكي ده فعلا استرويدز اتراكشن روكت، او ماجنتيك فيلد بروتكشن روكت. اوكي، او بروفايد جيو لوكيشنال تو ذا مابينج سكرين، مايكرو تشيب كومباس، وروكت انجن. احنا محتاجين يا جماعه سوبر الوي، احنا لازم نعمل ساتلايتات يا جماعه للحلقه الجايه. الحلقه الجايه لازم نطلق ساتلايتات كتير بجد. بس لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه معانا تمام قوي قوي. بس هنا ناخد اكسجيننا ونطلع نجمع سوبر الويز. فضل دي على الحلقه، لسه بدري على الحلقه. اوكي احنا محتاجين نجمع السوبر الويز ضروري جدا يا جماعه، ضروري جدا جدا يعني. ف يمكن بقيت الحلقه دي تكون ممله شويه، مش عارف الصراحه. وانا كل شويه بفتكر ان هيبقى ممل، بعد كده بكتشف ان في حاجات حلوه بتحصل يعني، فمش عارف. هو انا ليه ارتفاع معين امشي فيه بتاع دي ولا ايه؟ مش فاهم والله. هوبا، اوكي بلاش اللي احنا بنعمله ده، خلينا ماشيين على الارض احسن بكرامتنا. ماشي، انا عايز اروح للحته اللي كانت مليانه سوبر الويز دي عشان نجمع منها حاجات.
الومنيوم تعالي لي، محتاجك. المغنيسيوم مش محتاجه قوي دلوقتي. فين السفينة؟ السفينة هنا جاية. اوكي كويس، في حاجة هنا ولا دي بقيتها؟ دي بقيت الحطام صح؟ اه ده بقيت الحطام. اوكي لا، فكرة ان انا ممكن اطلع ستلايتات دي عجباني برضو، حاجة قشطة. الحاجات بتاعتنا ايه؟ خزنها دلوقتي. ماشي نطلع فوق بقى كده، اسرع لنا تقريبا. وانا بيتهيألي اعتقد الجيت باك بتسرعنا اكتر. انا فهمت الجيت باك بتستخدم ازاي، ما كانش باين عليها والله بالنسبه لي، اقسم بالله خالص. اوكي فهمت، فهمت دلوقتي، فهمت فهمت قوي دلوقتي. ماشي يلا نجمع سوبر الويز كتير. طلع ان حسب الاتجاه اللي انا باصص ليه بيه للماوس بتفرق بنروح فين. انا ما كنتش اعرف، مش فاهم ايه اللي بيحصل دلوقتي. الله، لا هو هي الجيت باك غبية شوية، او ممكن مثلا عشان التير قليل فمش بتمشي، بتعمل كل حاجة انا عايزة تعملها. يعني لازم يكون في ارتفاع معين على الارض تقريبا تقريبا. ما علينا، اهم حاجة نجمع الالويز وخلاص. هي تقريبا زي ما انا قلت دلوقتي كده يا جماعة، تقريبا عشان لازم يعني اقدر اطير بيها لفوق، بس لو الارض بعيدة عني بعد معين. فتحنا بتاع الوردة يا جماعة، فلاور بوت. لو بعدنا بعد معين عن الارض بتنزل عشان تبقى على مستوى معين من الارض، فاهمين؟ يعني ما ينفعش دلوقتي اطير من هنا لهنا، لا هيفتكر ان الارض بعيده عني فهيوقعني، فبلاش. فاوكي فهمت، في خيمته. في هناك سفينه جديده، يعني اللي هناك دي انا ما شفتهاش قبل كده، ما رحتهاش قبل كده. طب ماشي كده، الماتيريال اللي في اللعبه كلها بنعرف نجيبها ازاي، ايه الصعب بقى؟ يعني برضو عمال بمدح في اللعبه وكل حاجه عشان عجباني، بس ايه بقى الديفيكولتي اللي في اللعبه دلوقتي؟ ولا هي لعبه جرايندنج دلوقتي خلاص انت تلاقي حاجات وخلاص؟ اوكي الحمد لله ما وقعتش، عشان مش فاهم قوي. في اللوي الناحيه الثانيه هموت عليه، مش عارف اخده ازاي ده. تقريبا عرفت، نيجي من هنا لهنا. احنا كده معانا دي سوبر الوي، ايه ده بس؟ الو انا قلت انا جمعت 20 واحدة بس. ماشي ادينا عمالين نجمع اهو. هما بيعملوا سبوننج هنا تاني ولا لا؟ هل بعدين لو جيت هنا تاني الاقي المكان مليان تاني، ولا انا كده باخد اللي موجودين في المكان كلهم؟ Very important questions، اسئلة جميلة جدا يتم سؤالها وطرحها. اهدي لقينا يورانيوم، كنت عايزه لايه مش فاكر، بس انا فاكر انا كنت محتاجه. اكسجين، اكسجين، مشكلة كبيرة الاكسجين، مشكلة كبيرة الاكسجين اللي بيروح من هنا ده. هو ده نفس الصندوق اللي احنا رحنا له صح؟ هنعمل حركة دلوقتي متقلقوش. كريتيكال، متأكد من الكلام ده؟ سيف، كويت تو مين منيو، بلاي لود. شكرا ليك يا فندم. معانا اوكي، معانا ثلاث اماكن بس كمان، وقربنا من البيت اصلا فده كويس. في اهو الناحيه الثانيه اهو. في ثاني ولا خلاص كده؟ اعتقد خلاص كده فور ناو. ماشي خش انا بس اخد لي شويه اكسجين وارجع البيت. خدنا قد ايه سوبر الوي؟ 1 2 8 10 13 14 15 16 17 18 18 سوبر الوي معانا، 18 سوبر الوي معانا، ده غير الايريديوم. انا كنت عايز اعمل ايريديوم رود عشان اعمل نيوكلير رياكتور، افتكرت دلوقتي. طب انا بالنسبه لي انا عايز اعمل الروكت النهارده قبل ما اعمل النيوكلير رياكتور. الصراحه الحلقه طلعت مش ممله ولا حاجه، انا خلصت كده التاسك اللي كان عندي، كنت متوقع ياخد وقت اكتر من كده بكتير. تعالوا نروح احنا الاول نشوف الروكت محتاج ايه. ماشي الجي بي اس روكت محتاج 2 سوبر الوي معانا، مايكرو تشيب كومبس، وروكت انجن. ماشي روكت ومايكرو تشيب كونس اسمه جي بي اس. فالمايكرو تشيب الجي بي اس كونستراكشن كانت اهي،
محتاجين لها واحده سيليكون. طب نجيب واحده سيليكون. وانا معايا المونيوم فيديو ولا ايه؟ انا معايا المونيوم فيديو. اوكي واحده سيليكون هاتها. ايه ده الو معانا صفر سيليكون دلوقتي؟ ده معقوله؟ الجراس عمال بيطول اهو. تعالى لي انت. بس لا انا عايز سيليكون 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 سيليكون. انت سيليكون؟ شكرا يا صاح. اوكي عايزين نعمل المايكرو تشيب دي عشان نطلق اول صاروخ لينا. سيليكون فين وفين 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 اهو. ماشي ونيجي هنا نعمل الروكت تشيب. محتاجين اريديوم رود. عندنا اتنين يورينيوم واريديوم رود. عندنا كل ده. هذا اريديوم رود. اعمل ده كده كده. اظن كده معانا كل حاجه محتاجينها للصاروخ ولا انا ناسي حاجه؟ مش فاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. جي بي اس روكت. او ماي جاد. اوه ماي جاد. لحظه واحده. ده احنا بقى عندنا صاروخ يا اخوانا. طب ليه الدنيا ضلمه كده؟ ليه لازم تليل علينا؟ هنعمله لانش الصبح. ماشي هنطلعه الصبح. هل بقى دلوقتي اعتقد دلوقتي نعرف كمان نعمل المفاعل النووي يا جماعه. تعالوا نعمله مفاعل نووي. قلنا محتاج ايه؟ يورانيوم رود واثنين ميه وثلاثه سوبر الوي. يورانيوم رود يلا بينا. ايه ده؟ ما تقولش شكلها بتمطر؟ شكلها بتمطر؟ لا فكرتها بتمطر. اصل جالي اتشيفمنت اسمه لايف فروم ذا سكاي فافتكرت الدنيا بتمطر. صاروخ اهو. اوكي صور لي الصاروخ بتاعي. تعالى نروح نعمل له لانش لان الدنيا بقت صبح. انا افتكرت الدنيا بتمطر في اللعبه اتحمست. كان في علامه مطر واتشيفمنت طلع لي. اوكي ندوس كده نتفرج بقى. اور اكستراكتر. اوكي عملنا حاجه بتطلع اور من الارض فكويس. حاجه تعمل لنا مايننج. وادي صاروخنا طلع في السماء. باي هاف جريت تايم. ايه اللي وقع منه ده؟ اه لا ده مش حاجه ولا ده حاجه ولا ايه؟ ايه ده؟ لا دي وراح فين؟ اوكي طلعنا صاروخ للسماء ما اعرفش بيعمل ايه. ما عنديش اي فكره كده استفدنا ايه. هل في خريطه ولا حاجه؟ ايه ده؟ اه ده صوت. اوكي تعالى نعمل بقى مفاعل نووي. عايزين نعمل ريديوم رود وبعد كده عايزين نعمل ازازتين ميه. عايزين اتنين ايس. تخيل لما يكون الحاجات العبيطه هي اللي ناقصاك يعني. اتنين ايس ماشي. حلقه مليانه بالاثاره والاكشن والتشويق. ما اسمعش حد بقى بيقول بقى ان انا مش فاهم اللعبه بيحصل فيها ايه بقى. البيستي انت اللي متعصب من بيستي زيه وهو صايم كده يعمل لايك. قال مش سالكه والله. ماشي نيجي كده هكذا وهكذا وهكذا. اوكي حلو اديني بقى اتنين ميه. عارفين السلسله دلوقتي ماشيه بسرعه بجد عشان انا مش بحاول اكل واشرب في اللعبه لان انا شايف الموضوع ده ممل جدا فده السبب يعني. طيب ادي مفاعل نووي ماشي. فده المفروض بقى يدينا طاقه كتير. ايه ده؟ مكتوب لي اتشيفمنت وات كود جو رونج. يعني ايه اللي ممكن يحصل غلط؟ انا هقعد اقول لكم الاتشيفمنت اهو بقى. بنعمل 349 كيلو وات وبنستغل بس 241 منهم فمعانا 108 كده يعني فائض فاهمين. فده شيء كويس حلو جميل لطيف ماشي. دلوقتي بقى نعمل ايه بقى؟ دلوقتي نعمل ايه؟ بفكر والله عمال افكر. هل في حاجه كنت عايز ابنيها جات لي جديد؟ هو في ده محتاج اريديوم رد والومنيوم واسميمي اسميمي اسميمي اس ايه؟ اسميم اسميم اتموسفيريك ووتر كوليكتر. ايه ده؟ جديد ده. اتموسفيريك ووتر كوليكتر اوتوماتيكلي كوليكتس ووتر في هيوميد امبيانت اير. بيجمع الميه اوتوماتيكي. محتاج مغنيسيوم وسيليكون وايرون. والله لا اعملها. مغنيسيوم معيش سيليكون معيش ايرون معايا واحده. اوكي عايزين مغنيسيوم وسيليكون واريديوم رود تقريبا. محتاجين اريديوم رود كمان تقريبا عشان نعملها صح ولا انا غلطان؟ لا مش محتاجين مغنيسيوم سيليكون ومحتاجين كوبالت. اوكي عايزين يا جماعه من تحت مغنيسيوم وسيليكون ونعملها. ماشي يلا ليه لا. مغنيسيوم وسيليكون ادي المغنيسيوم اهو.
اوكي سيليكون 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 سيليكون. لا يا منبه استنى لحظة واحدة، لحظة واحدة يا منبه، قبل دي منبه وبعد كده خلاص سيليكون اهو. اوكي نروح عاملين كده، المفروض دي بتجمع المية، المفروض يعني، المفروض يعني، فخليها هنا. اوكي بدي اجمع المية. اوكي يبقى ده منظر البيت بتاعنا حاليا، قاعدة صواريخ وعملنا مفاعل نووي وعملنا جراس وطلعنا تجميع مية وعملنا، الدنيا لسه ما مطرتش معايا في اللعبة. كان في حاجة كمان أخيرة، بص احنا عايزين نعمل الأور إكستراكتر المرة الجاية، فأنا محتاج أجيب الريديم رد، فلازم أعمل الأور إكستراكتر ده. وكان في حاجة اسمها فلاور بوت، فلاور بوت لحظة كده، أعتقد من البايو لاب أو من البايو مش عارف إيه ده تقريبا، تعال نجرب كده نشوف. لا مش من هنا، فلاير فلاور بوت، ده حاجه تزيين يا جماعه، ومحتاجه حاجه اسمها سماد فيرتلايزر، انا ما عنديش فيرتلايزر. عموما يعني اللي عملناه في اللعبه لغايه دلوقتي جامد جدا 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 جدا. غالبا انا هجمع ماتيريال في اللعبه دي من وراكم شويه عشان بس تبقوا فاهمين. فشايفين دلوقتي فوق احنا وصلنا مليون، 1.07 مليون فوق على اليمين، عاش والله. هو يعني غالبا انا هلعب الفتره الجايه عباره عن تجميع ماتيريال بقى، هجمع تلج، هجمع كوبلت، هجمع ايرون، هجمع كل حاجه حواليا، بحيث ان احنا لما نكمل في السلسله دي ما يبقاش في موضوع بقى ان احنا بنجمع ماتيريال وبتاع، لا معاكم انتوا ابقى على طول بلعب يعني. فهتلاقوا الحاجات اللي فوق على اليمين دي زادت اكيد، عشان بس تفهموا ان انا مش بلعب من غيركم حاجه مهمه، انا بس بجمع ماتيريال على الارض بس، غير كده مش بعمل حاجه مفيده، الا بقى لو بنيت حاجه زياده فاهم، لو حاجه زياده على جنب كده قشطه بس. فعموما اتمنى كل السلسله دي عجبكم لغايه دلوقتي، لان انا مستمتع بيها جدا جدا، انتوا مش متخيلين بجد مستمتع بيها ازاي. ف ها في الفيديو ده انا اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، لاف يو اول، و للقاء وداعا، سلام يا بستويه، باي باي.